عسلام ومرحبا بكم الناس كل الناس اللي تابعوا فينا في شين يوتيوب نتاعنا شين يوتيوب اذا صوت المناجم فيديو جديد باش نحكوا فيه على اصدار جديد لمصنعي الهواتف الجواله الذكيه معناتها للسمارت فون لهواوي ما زالت مواصله في انتشارها المكثف في سوق الهواتف الجواله الذكيه العامله بنظام الاندرويد المزدحم بطبيعته اعلنت رسميا على اطلاقها على نوفا 5 زد الهاتف الارخص من بين سلسله النوفا في حدود 205 25 دولار امريكي فقط سعر التليفون جديد تليفون يجينا بشكل مميز هيكل انيق وبخاصية ممتازة خصوصا للاستعمالات الشبابية هيت نعمل طلع عن قرب على نوفا 5 زد لمصنع هواوي الصيني للهواتف الجوالة الذكية في التليفون هذي نلقى افيسور كبير 6.2 بوس يعطي ريزولوشن 2340 1080 بيكسل تغذيه باتري الكاباسيتي نتاعها 4000 ملي امبير مع زادة ميزه الشارج مورابيد الكاميرا الرئيسيه باش تكون فيها 4 لونتي نيجو 2 2 8 48 ميجا بيكسل الكاميرا الاماميه باش تكون اه معناتها نتاعها ممتازه جدا 32 ميجا بيكسل فيها زادة فونكسيون والا ميزه الفيس ديتكت المعالج اللي موجود في التليفون الجديد للهواوي اختارت انها تدعم باقوى المعالجات اللي موجوده الى حدود الان في سوق الهواتف الجواله الذكيه اللي هو الكيرين 810 ان بروسيسور اوكتا كور الرام نتاعو باش يكون 6 جيجا اوكتي رام ذاكره تخزين باش تكون 64 جيجا والا 128 جيجا سنو الاختيار بطبيعه الحال نتاع المستعمل ولكن قابله للدعم زاده ببطاقات الذاكره ميكرو اس دي دونك هذه ابرز الخاصيات التقنيه نتاع التليفون الجديد للهواوي اللي باش تدعم به في سوق الهواتف في الجواله الذكيه العامله بنظام لوندرويد، تليفون قوي برشا فيما يتعلق باللي ولكن اهم حاجه السعر نتاعو اللي تنافسي جدا مقارنه بالخاصيات اللي هو 225 دولار امريكي، نذكروا ديما اللي تليفون جديد للهواوي هو من عائله والا سلسله انوفا واختاروا له من الاسماء 5 تابعوا أكثر فيديوهات على جديد الإصدارات في عالم التكنولوجيا الرقمية إصدارات الهواتف في الجوالة الذكية العاملة بنظام لاندرويد وإلا لايو اس وجديد زاد الحاسبات اللوحية والحواسيب المحمولة